مد أصلي ومد فرعي. الأصلي الطبيعي يقال مد الطبيعي هذا أصلي، والفرعي هو الذي يكون له سبب، يكون له سبب. الأصلي ما له سبب، والأصل إذا لم يمده الإنسان أسقط حرفا، مثل قال. قال بعض الناس يقول قال، ما يصير قال، هذا كأنها قلة، كأنها قلب، يعني بمعنى ترك وابتعد عنه، قلاه أبغضه. لا، قال. قال وضح الألف، عط المد، عط حركتين. قال ساعن، قل ساعن، ما يصير ساعن، ساعن لا، ساعن، وضح الألف، عط المد حقه، أعطي المد حقه. طيب، وهكذا هذا يسمى مدا طبيعيا، مدا طبيعيا. المد غير الطبيعي هو المراد هنا، وحتى هذا مراد، لكن المد غير الطبيعي وهو المد الذي له سبب، المد الذي له سبب.